FM. الكلمة ليك. بحضنا منظر بن عمار فرحانين برشا باستقبالك في كابا فام. منظر شحويلك يعيشك حسام ربي فضلك. تحية لي كل العاملين في كابا فام كل اللي يسمعوا فينا الكل ولا اللي يسمعوا فينا الكل اللي يستناو في جديد متاعك. بعد شوية نسمع غنيتك جديدة عندك سبيسيال سان فالونتان إن شاء الله. جيتنا بها الغنية كيف حسام. كيف بحضنا المطرب الشعبي والفنان المتميز رمزي دغمان. مرحبا أهلا وسهلا بك. ويا حسام مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين كابا فام ومرحبا بالستاف نتاعك نتاع كابا فام وربي يفضلكم. يعيشك. بعد شوية نسمع غنيتك جديدة غيب القمر. كنا حكينا عليها البارح كنا عديناها الغنية والغنية اللي انا قلتها على ضمانتي الغنية اللي باش تكون السكسي ان شاء الله رمزي دغمان. هذا شد ثنيت وان شاء الله ربي معانا وان شاء الله بت هو بيدو رمزي سكسي معنا رمزي سكسي ان شاء الله سخي والله العظيم صوت حلو برشا محلية وسامة كي تلقى عندي هدية زادة عندي حكاية باش نعطيها المدة تو نقدروا بها عاد في الخفاء هذيك راه ثما سكوب احنا قبل كنا باش نخدموا باش تصير مش تصير في اللايف عندنا سكوب عندنا غنية قريب يبدلوا بالمراول عرفتك لا بدلنا بالاحاسيس عنا بد عن عوام يبدلوا بالبلوزونات خلينا نسكر منك لا يحب يتخلص منها البلوزون عجبته الزرق يحب على الازرق يحب على الازرق تحب وانا ابدي تلقى فنانين هكا معناتها ولا يجيب القمر الاغنيه الجديده رمزي دغمان الميكرو الميكرو رمزي استلي روحك الأغنية جديدة غيب القمر كلمات وألحان الكلمات والحان خليفة الدريدي ألحان رمزي دغمان توزيع أشرف ساسي العزف على إيقاع رمزي وتحلومة وهندسة الصوت يوسف مؤنس وهشام الخديري الأستاذ العازف المزود وربي يفضلهم ويخدموا بنصيحة برشا وربي معهم محليا رمزي مازال مش يسمي القعدة من القهوة معهم هو باهر هو باهر كي نسمي خذ جوست مو لا وسمع عباد ما يتسميوش ما تحكيوش عليهم انا ديما احنا انا جنسيست باش نسميو الملحنين والناس اللي خدموا لا ثم ناس تخدموا رانا تخدموا ما عادش كيما قبل معناها ثم شكون لاهي بالديجيتال انا عندي اداره اعمال مثل اخويا معناتها اخويا مروان معناتها اخويا مروان الفاطمي وعندي صحيح هذوما اللي يستحقوا معناتها كل واحد ليه فهمت عندي المراه نتاعي زاد لاهي بالفلوس بالدراهم سورتو لاهي بالفلوس خاطر تعرف حسام نحط فلوس نبدا نفرني فيهم ولا دعوه لاهي بتزيدوا في المصروف كي تسمع فينا ولا هاكا عن مباشر كيما قال خويا منذر مش وحدنا فهمت بيان سور يلزم كل واحد تعطيه حقه ولا كل واحد تعطيه حقه نسمعوا الاغنيه نتاعك غيب القمر راجعين معكم رمزي دغمان منذر بن عمار ضيوف 6 متاع العشيه يلا جديد رمزي دغمان يغيب القمر كنا نسمع فيها الغناية ضيفي رمزي دغمان منظر بن عمار منظر كنت مستمتع بالغناية نتاع رمزي حلوة برشا انا ما استغربش باش نسمع الجمل هذوما حاجة كي كاركتيريز رمزي دغمان خاطر رمزي عنده احساس حلو عايش خويا وحتى الجمل الحنية نتاع رمزي معروفة نتاع رمزي معناها ورمزي راهو برشا ناس ربما ما تعرفش لانه الناس يعني لي كونسوماتور يسمع غناية تعجبه ويتعدل من بعدها لكن ثم دي ريفيرونس في النزود راه رمزي بارمي لي ريفيرونس معناها حبه ما وكره ما كره مش خاطر سي مش خاطر حذايا رمزي بدا وقت اللي كانت تناطخ في النزود يعني جماعه عشان برشا صغير بكره اللي صعيب باش تاخذ بقعه في فرض روحه انت صغير واقوى حاجه في رمزي انه سلوكه ياسر مثقف ياسر حضاري ياسر اسلوبه حضاري يعني كي يتكلم مع منشطين مع الان نجع المشكله رمزي ما يعملش مثلا وانت اللي ما تسمي ما تعملش مشاكل اي ولا معناها رمزي يسمى متربي برشا وراه مش في وجهه بالحق ومن الناس الخشان اللي صنعوا المزود معناها تبقى حكايه السكسيات وينجم واحد راه ربع مغني ويعمل 20 سكسي ونجم فنان كبير يعمل سكسي برك ندوم في الوقت كان حاجه لكن توش موجود اليوم ولينا نحكيو على البوز الساهل وشفنا بكري نحكيو على نرمين صفر ولينا نحكيو على نرمين صفر في تونس هي ماهيش موجوده في الخريطه صباح معايا نرمين نحكي لك لا ماهيش موجوده في الخريطه الموسيقيه ما عرفتش شفاتك انا شفاتي شفاتي ضربني انا ولا ما نحكيو على العباد اللي تعمل البوز على حاجات ما عندهاش معنى لكن ما تنجمش تدوم وشفنا برشا اللي غالب في تونس اليوم ولينا نحكيو على البوز الساهل اللي تعمل في دقيقه كيما الفاست فود اللي تحكي عليه انت وتتنسى الحكي راه لعبه البوز داخله في الماركتينغ تو حسام لكن ثم بوز دون لو بون سونس وثم دون لو موفي سونس معناها ثم ناس تعمل البوز باش يدخل في العيط وثم ناس تعمل البوز بور اتيري لاتونسيون دي زوتر باش لعبات تتلهى وتعتني بيك وكذا واحد دونك حتى البوز فيه فن كبير برشا معناتها بالخدمه يعني خلقوا الامريكان مش بيان سور لكن في تونس يظني برشا عباد تعمل في البوز ومش فاهم حتى شيء منذر بن عمار جيتنا بجديد زاد اغنيه اسمها والله نحبك مناسبه عيد الحب شنو حكايتها الاغنيه هذه
والله الغنيه دي عندها سبب. انا نورمالمون يقول منذر كي دي منذر دي جو وربوخ وشيخات وكذا، لكن ثم برشا ناس في وقت من الاوقات يقولوا لي اصحابي يقول لي منذر صوتك حلو، علاش ما تعملناش حاجه فيها جمل طربيه معنا؟ علاش ما تعملناش حاجه فيها جمل طربيه نسمع صوتك بالكدا وكذا واحد. فبإعاز من صحابي معنا قلت بون تو نخدم حاجه، علاش ما نعملوش حاجه ولا حاجه فيها معنا فيها قواله يعني قواله يعني فيها ايوا الميزه راهو اخو حسام زاد الميزه راهو في منذر راهو ثم صعيب راهو المطرب يغني كل شيء تو الميزه في منذر بن عمار راهو يغني كل شيء راهو من الالبوم الاخر اللي كان اخر تعقل تاريخ تاع الكوكتيل اللي نجح معناتها يا سور. ومنذر منذر من اكثر العباد اللي تعرفوا بالكوكتيل في ايوا وقت اللي فيه الكوكتيل يغني لك ترب يغني لك كلثوم يغني لك الليريم يغني لك يتنقل لك معناها وصوته يجي هو في البوم الاخر اللي كان مع فونية معنا حطوا تيتر يعني حطوا لو كاميلون دي مغرب حكم انا سافر برشا ونعمل حفلات برا برشا وكل يعني نتلون في الستيل كل بون. نرجعوا للموضوع الغنيه ذي كانت بمناسبه عيد الحب قلنا علاش ما نعملوش غنيه احنا ناقصين برشا حب طايحين مانكم كلنا معنا بصراحه معنا المده الاخيره الناس كل داخله في بعض الناس كل تسب في بعض برشا سبان وبرشا فقلت فرصه تفقد لها صحيح قلت فرصه باش نقول كلمه حلوه ونغني اغنيه حلوه وكانت مفاجاه لبرشا ناس كانت مفاجاه سعيده لبرشا ناس لكنت مفاجاه مسرة لبرشا ناس اليوم ثم برشا ناس شكوا في طاقه منذر الصوتيه يقول لك منذر بتاع خفيف وكوميرسيال كي سمعوا الاغنيه قالوا زعما هو قلت له ولد عمه معناها ما هو بيان سور معناها هو فهمت سي بور سو عملت فيديو انا وجاوبت الجماعه هذوما قلت لهم راهو معناها كي تحب تنبر تنبر على اسس علميه معناها فهمت يعني انت ما تعرفش الفنان عن قرب انا نعرف رمزي نجم من كريتيكي انت ما تعرفش رمزي ما تكريتيكيش معناها فهمت والناس تحب تلعب عليك البيو زاديه ونحكيو عليه ولا وعندنا زاده في تونس احنا حكايه اللي يحكم عليك من غير ما يعرف من غير ما يسمع مشكله كبيره معناها تقول له فلان عمل كذا لا يقول لك مش متاعه يودي اسمع ساعه يقرب يتفرج ساعه حكيت لك بكري انا في الدار قالوا لي حسام السيحلي راه دخل فيك تو في كابا فام قلت حسام انا حسام نحبه خاطر حسام بالحق روحه خفيفه حسام انا جرون بيبي هيك نحس وانا فهمت جرون بيبي ما نضمن لك لا 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 سي 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 لا بالنسبه بعد وصل لي انت تعرف بالنسبه للمتفرج اللي شو كنا نحكم على العباد يقول لك حسام محلاه مرحه طيب وكل امورك الاخرى اخوي تضرب الراس هذيك حاجه دونك الانسان مش يحكم العابد من البعيد هكا معناها لا وثم تاويل زاد معناها انا بكري نحكيو على اللي صار وقتها في كافي كابا فام هوني في حصه بلاش بوك وقت حسن الهمالي زميلنا وعبد الجليل السمراني في اطار رده فعل من عبد الجليل السمراني انا ساعه نبار قاعده لروحي على موقف انت من عفيف الغربي حكايه قديمه لكن اللي انقل ما يظهر لي انقل بالغلط معناه وكانه هز الحكايه وقال هو فلان ايه ثم عندنا ديفور وتقلقيلك التقلقيل والفتنه قالوا عليك في دراسه موجوده في تونس انا ما يقلقنيش نقول لك حاجه ما دام العباد تحكي عليك يا حسام هذاك راهو راك موجود هذاك علامه طيبه جدا نجيب الخطاب الله يرحمه احنا صغار يقول راهو كي ماشي يحكيوا عليك لازمك تمرض وقتها مش تمرض كي يحكيوا عليك بالعكس انا كي معاش يحكيوا عليا نقول انا وفيت اما كي العباد تحكي لي بالباهي ولا بالخايب انا موجود راك موجود واكيد الانسان الناجح ديما عنده عباد تحب النجاحات نتاعه وعنده عباد تجي ضد لا هذه في العالم كله مش حتى في تونس حسام سامحني اخر غنايه عملت انا ديو نتاع انا وكر عمل مليون ونص فيو معناها شكون في رغم اللي لقات انت قادت من الاول سبونا يلي التيت مصباح الليل سيدي عملت مليون ونص ونجحت ومطلوبه ودرت بها اوروبا كل لا ومن بعد نلقاوها جينيريك نتاع ايميسيون في في بعد نلقاوها الحوار التونسي ماخذينها داري ديكو في بوند انونس تدور تقريبا عام كامل وانا قلت كي عملوا جينيريك قلت تجي للدار يبدلوها ما جاوش يظل يبدلوا دار اكرم ماكا حتى اكرم ماكا ما لقاوش الدار اكرم خاطر كل مره يحاول اكرم اكثر واحد يحاول اكرم توت فاسون رحال انا سمعت فيه في جبل الاحمر اللي مات بعد ارمستا تحيه ليك اكرم اعرف يدور في الكهرباء بيت الكهرباء تحيه لي اكرم صديق اكرم يسكن في المال نتاعك وعشيري زاد تحيه لي بعد شويه نرجع بعد الاخبار رمزي نحكيو اكثر على الميدان الفني اليوم غياب شركات الانتاج نحكيو على الجديد نتاعك منظر كيف نحكيو على القديم والجديد اهم المراحل في واللي جاي واللي جاي بيان سور القديم والجديد بيان سور مي قبل هذا الكل نسمع اغنيتك والله نحبك اهداء خاص لي في عيد الحب بعد غدوه عيد الحب سمية هكا ولا هذين هدايا للمحبين رمزي دغمان ذي في منظر بن عمار كنا بكري شويه زدنا نسمع في غنية منظر جديده مناسبه عيد الحب غنية مزيانه برشا مبروك عشق. مره اخرى النجاح غنيات من نوع هذايا منظر بن عمار وقت اللي كنا نحكيو قبل الاخبار على منظر اللي تعرف بالكوكتيل تعرف بالشعبي تعرف بالجو وبالربوخ اليوم نلقاوك في ستيل اخر ورهان يظل صعيب ياسر الفنان كونه معروف في ستيل يمشي يقمر بستيل اخر لا مش غريب عليه هو ديجا والله هي بالحق هي تقميره خاطر بالنسبه للمستمع العادي ما يبذلش مجهود باش يقول زعما هو بينوع يقول لك هذا ستيل ما خرجش عليه ولا حاجه ما تنجم ما تمشيش معك الحكايه معنا ولا يسمع يقول شكون اللي غني اي ولا يسمع يقول شكون اللي غني كما قالوا برشا ناس فهمت هي شو معناها في وقت من الاوقات الفنان مطالب انه زاد يفرض وجوده طريف يفرض ذوقه طريف معناها
ما نقدرش نقعدوا نغني الاخرين احنا فهمت. صار واحد يحب يغني روحه شويه معنا، يحب يغني جمل حلوه يحسها هو، فهمت، حاجات يحبهم هو صحيح. دونك مادام حب رمز. هو الجمله راهو الفنان مادام هو حب الجمله مادام راهي باش توصل راهو المستمع راهو. امانه نوعد ساعات لا ساعات لا ساعات فنان اغنيه يبدا حط عليها ميزي عليها كل ما ثم رسائل ساعات ما تحطش عندها هذه راهي تبدي المطعم. وانا متاكد نوعدك وعد شرف نرجع هذاك بعد 3-4 شهور ان شاء الله شوف الغادي ايش تعمل. انا متاكد بالغنية هذا متاكد لانه خلينا نقول لك حاجه وقت اللي منذر بن عمار يحضر في حاجه اخرى مختلفه كل الاختلاف جملة. في المستقبل نحكيو على ديو جديد مزيان ما نقولش مع شكون ما نقولش مع شكون ديو جديد مع شنو حكايه والبزم تاعو معفن انا فونغو مع فنان معروف تعرف على الاقل مع فنان معروف ماركي برشا ماركي طايزه دونك هذه كانت تبديل مطعم امانه نوعدك بعد 3-4 شهور شو حسام توا الفنان ما عادش ينجم يدخل الاستوديو يغني ويلحن وكاو الفنان يزيد يكون عنده كيب تاع كوم حلوه يزيد يكون عنده كيب ديجيتال حلوه برشا اش معناتها يخدموا على الديجيتال معناها انا مثلا عندي نتعامل مع اخوي معز عبيد معز عبيد هو يعني ربما الناس ما تعرفوش لكن سيتان كافاليكي غاني معناها هذا انسان يخدم التالي اغلب اغاني الراب كان مش كلها منجح معز عبيد عنده ديزاستوس يخدمهم على اليوتيوب يخدمهم على الفيسبوك انسان معناها متخصص وعنده ان سيرتين ايفون انتليكتويل عنده باك بلوس 6 ولا حاجه يعني في الدومين اللي هو اختصاص اليوم الفنانين برشا ولا واعيين بالمساله هذه صحيح. عاملين التالي اللي تقول له علاش ما عندكش باج فيسبوك ولا علاش ما عندكش شان يوتيوب يقول لك شنو نعمل بها اليوم تقريبا الناس كل ولا واعيين بالحكايه انا تو شان يوتيوب معنا في ظرف مده صغيره معنا عملت 2600 تو ابوني في سفيسة معنا معنا السيد قاعد يخدم في خدمه كبيره برشا شفت الاغاني كل الناجحين ترى فيهم من غير ما نسمي لك اغلبهم كان مش 100% وراهم معز عبيد ثم اغنيه حلوه لكن الاغنيه اللي تكون مش تعمل مليون فيو معز بالخدمه نتاعو يردها 5 و6 و10 ملايين وتولي توصل اكثر خاطر كي نحكيو على لي باج فيسبوك نحكيو على لي باج سبونسوريزي زاد الاغنيه تولي توصل من بعد تعجبك ما تعجبكش مساله ثانيه ثم عباد نعطيك حاجه سيتي انا عاملين سكسي عاملين حاجات كبيره ياسر لكن ما وصلتش صحيح خاطر اليوم ما عادش عندنا تلافز تعدي كما قبل ما عادش عندنا منوعات اللي راديو يعملوا في مجهود الحق معناها ثمة كبيرة ياسر في لكن ما يكفيش مشكورين مشكورين ولا معناها اللي راديو تاع تونس مشكورين بالكدا بالكدا ثمة ثورة جديدة في الديجيتال راهو تو مثلا ولا نحبك يعني انا كي عندي 34 البوم حتى غنيت كبش يدور بصوتي هذيك معناتها 34 البوم اليوم كي نعمل اغنية ولا نحبك نيجي ستيل اخر ستيل منذر بن عمار ورغم اللي عجب برشا عباد لكن ستيل جديد على منذر بن عمار بالنسبه للمستمعين وين تلقاها؟ تلقاها تباع على اي تونس تدخل اي تونس تلقى منذر بن عمار اللي اكبر بلاتفورم في العالم بلاتفورم معروف على تلقاها على الديزر تلقاها على جوجل بلاي تلقاها على شازم تلقاها معناها على السيت اللي بيعوا اكثر معناها اللي بلو جروند فيديت في العالم يعني قول قاعد شكون يخدمها منذر بن عمار معز عبيد ثم خدمه التالي قاعد تخدم راهو اللعبه الكل في الديجيتال ناس عامله توا باج فيسبوك فيها 3 ملايين فان خير من القهوة خير من القهوة سارابورت بيان سور فوند كوميرس شان يوتيوب تلقى فيها 100,000 ابوني خير من اوتيل عندي انا ودخل فلوس راهو ودخل فلوس بيان سور دونك الفنانين برشا اصحاب ونعرفوا برشا في العالم نحكي نحكيو على شان يوتيوب نحكيو على فنانين عملت فورتون من حتى في تونس ماشيين الحكايه هذه اليوم نحكيو على دي شان يوتيوب يعملوا في نمبر دو فيو كبير ياسر نحكيو على بلتي مثلا نحكيو ارماستا في الثنيه كافون زاد كيف كيف اللي هما يدخلوا في فلوس مش كيما يحكيو عليهم برشا زاد مش برشا الفلوس خاطر زاد لاستيوس شان يوتيوب يلزم كي تبدا ثم بيوب في لا مولك ليك زاد مش كيما في تونس كيما في امريكا كيما فرنسا برشا عباد حكيو على برشا فلوس لكن موجوده الفلوس وهذا يظهر لي اليوم الفنانين الشعبيين رمزي وانت معني بالحكايه مازلتوا ما دخلتوش في العالم هذا اللي رابرات سابقينكم فيه برشا سيرتو حكايه هما سابقين ما انا ديجا دخلت في الكوميتا وديجا تو في الكواليس باش نتكلم اخويا منذر زاد باش اي ماله 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 هذوما كيف يلزمك تخدم معاهم رمزي خاطر ما اسمع الفنان راهو يجي يقول لك غني وابعد على روحك وخلي العباد تخدم على روحك شوي برو معناها حتى اصحابي اللي يسمعوا فيها ثم برشا اصوات حلوه مش اندثرت يا ما جبت رواح تنسيت خلي مش تنسيت انا باش نكونوا احنا سلسين شويه نقولوا ثم عباد جبت رواح لكن مش بارادته معناها شيء اقوى منهم رغم اللي اصوات كبيره وتاريخ كبير ومازالوا يعطيو اللي ما تصوروش في مخهم زاد زاد فورا الاسبري بروفيسيونيل باش نعطيو كل واحد حقه ثم عباد زاد معامله كان على وزاره الثقافه ثم عباد معامله كان على الدعم ثم عباد الدور فك الحلقه هذيك زاد مهرجانات وعطاوني ما عطاونيش موجود ولا عندهم عقرب في لا موجود في تونس موجود عباد نمنا كان هذا حكايه رزق البليغ بتاع وزاره الثقافه انا حسين تعرف شو نقول نقول بصراحه نقول لك كان فنان معناها يوصل يعمل برشا البومات وتعرفوا العباد واللي عنده قاعده شعبيه محترمه
يعني مازال يفكر في وزارة الثقافة سامحني مشي بيع التايخير معناها ثم موجود. إذا كان أنت بعد حتى يجيوا بعدين لهنا ومشكلتهم كل وزارة الثقافة وما عطوناش وما دعموناش. ها أسامة يعرف وفرتورة وربيس يبدأوا ما لا لا وما دين أمور وكذا وصرف على روح وزاد زاد ثم ثقافة أخرى عند بعض الفنانين اللي هي اللي يشكي ويبكي يشكي ويبكي بصراحة ما مست من الفنان التونسي هذايا للأمانة ما نعرفوش عند منظر بن عمار مثلا. منظر بن عمار عمري ما سمعته أنا نهار يتشكى المنظر ديما فرحان عامل جو ويخدم ومواصل في الخدمة. الفنان الصحيح الصحيح اللي عاطي ثقة في روحه وجاعه ويحملها وحده في داره ما يوريهاش. لا وسيد رمزي حمدونا احنا كونا من الفن راهو معناها نخدموا اما يلزم يكون انسان بون جيستيونير معناها سامحني اذا انت كان فنان أحمد دخل احمد ربي كان فنان دخل في برشا فلوس وتصرف برشا فلوس يعمل طاوله نتاع 500,000 وبعد يقول ما عنديش وبعد يزيد لا قدر الله يمرض معناها يجي يقول لك حاجه راهو زاد ثم معقول معناها معناها الدنيا تعطيك لكن لازم تعرف تستحضر شويه. الفنان ما يقراش معناها قدام صحيح مش تاخذ مليون تاكله كل زاد حسام فهمت تاخذ مليون تتخلي 300 دولار هذاك علاش رمزي الفلوس كل عند مرته. علاش انا نقولها راهو علنيا علاش فلوس عند مرتي خاطر انا ما نعرفش انت زرت اسمك مرتي تدخل لي الفلوس منظر انت تنجم مثلا تشد انا من حسين نقولها علنيا انا ما نجمش نشد الفلوس انا ما تفضلش الفلوس تمشي بلاصتها وتدور خاطر انا يدي محلوله يدك محلوله تسمع تعرف اللي تصرف في حاجه غبيه. تحية اليوم يسمعوا فينا نقولوا لهم رانا نفذكم مش بالحق راهو لا رمزي بالحق راهو ما نفذكم لا رمزي بالحق منظر يفذك فوالا خاطر جربت روحي جربت خويا جربت تجبد فك سامحني معلش سامحني حسام سامحني طولت عليك تو في امريكا يقريو معناها كيفاش بشويه بوجي صغير تصنع كليب كيفاش تصنع كليب بوجي صغير افيك لو مينيموم معناها راه ما عادش لازم كليب يتكلف 10 ملايين. لا حتى في تونس اليوم اللي نعملوا في كليبات لا احنا نعملوا واحد برك من غير ما نقراو عرفت احنا نكتبوا ديريكت. لا والله لا بالحق ثم وعي زاد عند شبيبه اليوم موجودين في تونس يصوروا الرابر يجي يقول لك ثم بيجي ملايين عملوا كليب 200,000 يا حسام عمل سوسي حماني لا عمل سوسي صحيح صحيح الكونسيبت هو هذاك وراسك انت انا عملت ديديكاس مش لازم نسميهم انا هم والله راسي 500,000 وضرب وهز خدمني ويطلبونا في نيس وفي اليوم وفي كل شيء ايش نقول لك تخدم ولا عمل يا ربي ويزمك تعرف تعطي الارض كي تزرعها تعطيك اكيد حاجه ما تعطيك الفن كيف كيف هذيك نتاع الفن باش تبتز الفن الفن يبتزك ويجبد بيك في اخر لحظه يخليك يجيك فوالا تصريح رمزي دغمان يهمك برشا تصريح للفنان التونسي وليد التونسي في حصة على الحوار التونسي طبعا ماذا بينا نخرج وعمل تقييم لا جست باش نرجع للحكاية خطر عمل تقييم مس برشا من الفنانين الشعبيين خطر وليد أعطى عداد للفنانين يظهر لي كان في غناء على الحكاية هذه وليد ما حب أنا صراحة ما حبيتهاش أنا ماذا بيا أخوي حسام زاد قيمني أنا راني أنا أعطاني 0/10 ماذا بيا راهو أعطاني 0/10 خاطر أنا نجيب حذاء ونزيد واحد نولي 10/10 خاطر أنا عندي تاريخي وعندي مطربين كاتب لهم وملحن لهم وديجا خويا منظر يعرف وعندي 25 سنه كارير معناتها ما يجيش يقيمني مش عبد الرحمن العيادي ولا عبد الكريم اصحابه هو ولا عبد الحليم ولا ام كلثوم معناتها اصحابه متعدي راهو احنا عندنا مطربين شعبيين والوتريين معناتها عندنا ميساج باش نوصلوه وثمنا غيرنا راهو باش يطلع عن بعض ويطلع احنا باش ندوموا ما ندوموش عمرك ما تقيم ولا هو باش يقيم الهادي حبوب بس هو ما نقعدش نحكي عليه على خاطر بالنسبه لي انا راهو حتى شيء خاطر هو تعرف انت حسام وتعقل يجيني للدار وانا في سايبني خنشت حبر ربي معاك الكوكتيل نتاعي انا وديجا منظر يعرفه اللي هو تو يخدم انا طردته من القهوه معناتها بالنسبه لي انا هو مشكلته معي انا معناتها ذاك دوده سوس كي انت عطيت كونفيونس في روحك وتقول انا وانا ولامبر وان اللي ما يتكلم كان اللي الفارغ اللي ما اللي يبدا صحيح راه ما يتكلمش انا وانا وانا اخي انت الهادي حبوبه هذه حبوبه كان يولدك باش تقيمه وتعطيه 20 على ما تقيمش الراجل هذاك احنا تربينا عليه هذاك تربينا كيما انا تربيت على فوزي بن قمره نجي انا وحومتي سيد عبد السلام مثلا نجي قايم فوزي بن قمره معناتها بورتو راني نكتب اللحن وعطي ثقه في روحي شو نعمل وما نعملش وكذا وسيرسان وانت تعرف خويا حسام اما ما نجمش قايم فوزي بن قمره سبقني في التجربه معناتها انا نتعلم منه بالعلام اللي نتعلمه انا ما نجم نزيد البلوس انا باش تقيم هذه حبوب شكونك انت باش تقيم تعطي 20/10 ساعه انت تحكي انا قاري وقاري في الليسي والليسي تاني خو النار ونعرفه معناتها تعطي 20/10 ما تعطيش يعطي 20/20 وما يتقيمش
قد ما تعطي لهادي حبوبة راهو هادي حبوبة الفضل يرجع هو الفن الشعبي هو اللي اعطانا الدراسة. نسكروا القوس هذا جوست انا مساك انا ما انا نسكروا القوس هذا معناها ماليش بيه انا اما انا نقول لك كل من طاغي هالك كل من طاغي هالك ولا منظر. انا شو انا عندي موقف الحكايه ذي شو وليد صاحبي خويا ورمزي خويا زاد كلهم اصحابي ونعرف باش يكون صاحبي مسك انت زاد اي منظر خا 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 كملك لا خا كملك ما نسالش ما تنفعلش شو شو نقول شو شو نقول شو شو نقول انا نقول حتى كان وليد عمل تصريح نورمال تسال وليد وتقول له علاش تكلم هكاك انا ما سمعتوش تصريح هو يظهر لي حركه مجانيه بصراحه انا رايي انا شو نقول بدا يقيم ويعطي في الاعداد وبدا يصفي في حسابات ممكن شخصيه كما قال رمزي في التلفزه لا سيكريت مش معقول جراتوي وزايده وضرته اكثر من اللي تنفعه معناها عندك تاريخك منذر بن عمار راك عندك تاريخك معناتها انت وقتها انت تغني انت تغني وقتها انت تغني في كوكتيل وقتها ناجح وقتها هو عمره 10 سنين معناتها يجي انت منذر ما نسمعني عايش خويا تفضل جي انا انت تو نجي انا حط لي منذر بن عمار نعطيها نبدا هكا ساعة نعمل لك الشويات هذوك نعملهم فهمت؟ 6:30 على 10 يا ودي ما تجيش ربي معاه ما نجمش انا نقيم مش عبد الكريم اصحابه انا مش موسيقار لا وحتى مش فن ما ثماش اعداد معناه يظهر لي ما ثماش اعداد معناه باش نحكي انا تو هكا نحكي راهو تحكي امور دومين راهو امور فن ربي معاه وربي يوصلوا سلامات وربي معاه اما زايد زايد ما تعملوش زيد ليه انا حبيت باش ما نعطيوش الحكايه اكثر من لا لا انا حبيت حجمها انا حبيت الموضوع على خاطر هو حد شيء بالنسبه باش نقعد عليه نحكي عليه برشا راهو انا حبيت نقول قول كان وليد غلط هما غلط هو لا احنا مش مزيد نزيد نغلطوا معنا ما نزيدش نغلطوا لا ايش نقول لك احنا متعرفين عليه لحظه لحظه ربي لحظه خاطر الناس اللي تسمع اش تقول تقول شوف فنانين يقولوا في بعضهم احنا مش ناقصين معناها انت تقول هو حد شيء هو يقول نعطيك 1 على 10 بصراحه احنا في غيرنا على هذا الكل وليد ما حقوش فهمت وانت زادك سمعت انا اخويا تعرف كيفاش ما نحبش تقول حاجه خايبه في وليد انا علني انا باش نوصل له ميساج انا توا باش نوصل لك ميساج راني انا رمزي دغمير راني 0 على 10 لا نعرف نغني لا نعرف نكتب لا نعرف اللحن لا نعرف نلبس انت يا اخويا العالم الكل وربي معك وكاو وسكرنا الموضوع انت احسن الدنيا انت نرجع نفذكم نضحكوا يزينا من الحكايات هذه على غالب انا ثم تحية تونس عندي شبه نوف الورد تاني ساكن في راسي تحية تونس عندي ميلانج بين هادي زعيم ونوف الورد تاني شوية هكاك على غالب يتحيروني مع الستة غير درجين يتحيروني هذوكم غنرجعوا لأهم اللحظات في حياة منذر بن عمار أهم المحطات في حياة منذر بن عمار بالنسبه لك انت اهم المحطات اللي نحكيوا على كارير تبارك الله نتاع سنوات اليوم والله انا اهم محطات فرقه جوهره وانا صغير بكل جوهره اللي عرفت العباد الكل صدقني وشكون ما سمعش كاسات جوهره فرقه جوهره اشبيني انا يدي تواضع تواضع ما نرجعوش لا وسخامه ليه نحكي على نحكي على روحي انا كيفاش انا حسام ديما نحكي انا سبونتاني علاش منظر يحبني ويحبوني الكل تاريخ انا منظر راهو 18 سنه راه معناتها نتكعبر قدامه راه معناتها يبدا يبوس فيه ويحمل فيه ويشجعني يقول لي رمزي صوتك حلو اغزر محلاه اغزر كي بعد سنين نتقابل اغزر بالبوس وتعنير فهم ثم عندها قيمتها اللي هي مرحله مهمه جوهره دونك الانطلاقه كانت فرقه الجوهره على جدو سيزون عملنا سكسي غير عادي معناها عمري 10 سنين توين سكولت تذكر عمري 10 سنين يا عزيز انا وقتها انا بيدي مش كبير برشا وقتها مهبلت بالسكسي ما عادش بات في دارنا عرفت وقتها نخدم ونجيب فلوس ونزل ولاد الحومه يتعشوا معايا فشيخ بالسكسي مش فاهم شنو هو وش بيني نمشي في الزرقون لعبات خاطر كانوا كاستيت يعني لعبات تاسيوريتا بلو كانت صحيت في البلو صحيت كانت حاجه جديده مرحله مهمه جدا هذيك المحطه الثانيه كانت محطه اهم لان وقتها مرحله نتاع نضج نسميها اللي هي مرحله الله التونسيه هلا التونسية الغناية اللي من اكثر الاغاني اللي تعديت في تونس بتاخذني بخاطري هذيك في الجور شنو هي السكسي الغناية تغنينا منها شوية هذيك نحب نستحضرها ولا المنشط رمزي دغمان ولا حسام ولا مش نرجعوا للجور عطونا نرجعوا لهذه خلينا نمشيوا لمحطات ومن بعد نرجعوا المحطة الثانية قلت لك كانت لا التونسية مع شاعر من اكبر شعراء العرب واللي توا معناها ماسك بزمام الامور معناها يسمى اللي هو كريم العراقي فكان نتعامل في البوم كامل كلمات والحاني انا لكن الله على التونسي كانت كلمات كريم العراقي والحان رعد الحبيب زوز عراقيين ونجحت بها انا تونسي نذكروا الكليب والكليب اللي تخدم مرتين المره الاولى لطفي الزيني اللي كان يسمى الاب الروحي بالنسبه لي الله يرحمه ويرحمه كان شاد زيني فيلم فيحبني برشا ويعجبه صوتي برشا هو اللي قدم لي كريم العراقي لانه كريم عود العراقي اللي يكتب الكاظم الساهر واللي يكتب سعدون جابر واللي طول سمير بن سعيد واللي طول شكون يرضى عليه كريم العراقي باش يكتب له معنا جا تقابل مع لطفي الزيني فقدم لي لطفي عجبه صوتي خدمنا البوم كامل باهي بريف المرحله الكليب الاول كانت لطفي الزيني ثم عاود الكليب الثاني توفيق العليمي
توفيق المخرج التلفزه الوطنيه نتاعنا. كان نجاح كبير جدا للتو يحبوا داير باش نعملوا ريبريز السنه ان شاء الله. باش نعاودوها مره اخرى. اللاعب التونسيه ثم ريبريز للاعب التونسي. بنفس ال لا مش عاد بس بالجيت ثم موزع اخر جون توزيع جديد يعني تقول انت نفس الاغنيه نقول لك كي الحنوشه نقلبوا القشره ديما لان الفنان مطالب انه يكون مواكب. ما توكبش داركم انت ما تعيش بالفن واليوم ثم موزعين بصراحه معناها على باج على الاخر بيوسف ولا موزعين منفتحين على المزيكا منفتحين على برشا حاجات. ما نؤمنش لا مش عمر نجم يكون اصغر مني ب 20 سنه يعرف خير مني ناخذ معناته ما دائما انا السبرين تاعي هكا شفت وضعك محلاه دونك المحطه اللي بعدها كانت تعامل مع اكبر من اكبر الموزعين في العالم العربي اللي هو عصام الشريطي. عصام في اللي هو يما يحقق في نجاحات كبيره اليوم خارج يعني انا سبحان الله اللي خدموا معايا الكل جنحوا الحمد لله معناها ان شاء الله كنا عاد باهي على العباد هذوما وهذا يدل لي عرفت نختار دونك المحطه الاخرى كانت مع عصام الشريطي ثم توالت النجاحات في حفله باريس اللي صارت في باريس كونغري مع الشاب خالد ورشيد طه برشا حفلات وصولا الى نجتح ونجي اللي هي تعتبرها انت مرحله مهمه لا بيان سور لانه رجعت في الكورس انا رجعت في الكورس والعباد رجعت تحكي على منذر بن عمرو صحيت دونك انا قعدت نلوج عملت دراسه صغيره مش صغيره تي تري بوسي حسام شنو اللي قاعد ضارب توا شنو اللي ناقص احنا الوطنيين شنو اللي عندنا فلقيت الخويت الصغير فهمت واكرم راه ما كانش يغني معايا بالزهر اكرم كل مش يخدموا اغنيه اخرى اسمها نحب نرقد واحد اخرى عمل اكرم فتقبل معايا اش تعمل قلت في الاستوديو مشى معايا قال لي لازم نغني فيها وغنى فيها اكرم معايا ونجحنا فيها زوز والحمد لله ورغم اللي هبطت في نفس فتره وقت اللي بلتي عمل مع زينة قصرينية وبرشا قالوا خاطر اغنيه بلتي الحق وصلت للعباد وصلت للعباد قبل رغم اللي انتم قبل لا لا قبل لا مش هكا سامحني في سافيس نوضح اعطيني انا سجلت الاغنيه انا واكرم تعدينا مع عائشه اللي بعد فرحت بها فيديو انا اختي عائشه نحبها برشا تحيه لها عائشه المنشطه هزيت الغناء وتعدينا مع عائشه وقت اللي تعديت مع عائشه لما روح كلمني بلتي هو انا كلمني بلتي فلا قال لي منظر الغناء ذي راني مسجلها عندي 6 شهور قلت له بلتي والله ما في بالي وانا علاقتي ببلتي حلوه برشا وتحيه لي كان يسمع فينا قلت له بلتي والله لا في بالي قال لي الزحى عندي 6 شهور واكرم في باله قلت والله ما قال لي كي سالت اكرم قال لي في باليش والله اعلم معناها واكرم ما تصوروش بالعاني معناها بالحق ربما نساه ولا ما جاش البال ولا قال لي راه اكرم في باله باهي قلت له احنا تو الغنايه خرجت ما عادش نجم نجلدوها من العالم تعديتوا بها وقتها بلتي عدى الغنايه نتاعو بعدنا دونك الغنايه نتاعنا سبقت الاولى لكن حاسبك لما بلتي وانا نصدقه برشا يقول عنده 6 شهور من اللي سجلها ونجحوا الاغنيتين لكن بعده الحمد لله نجتح ونجي قعدت موجوده لانه نجتح ونجي فيك البصمه نتاع القصبه ذيك راه نقول لك حاجه ثم حاجات الكاركتيريز لي ماغريبان نتاعنا كينو كاركتيريز يميزونا احنا يعني ثم جمل معينه تلقاها في غنايه تشد في مخك حتى ما تهتمش وانت تعمل في سيجار لبرا بعد كي تروح تلقى روحك تزون فيها تقعد تفتح ونجي تقعد فيها كالبصمه سي بور سولا بعد استعملوها كوم جينيريك ونحب نقول للجماعه راه مش انا عندي حلقات في علاقات في الحوار التونسي راه وحدهم حتى ما عنديش مش حكايه علاقات خاطر ناجحه غنايه ناجحه انا سالته حمزه سالت حمزه المخرج نتاع الحصه قال لي خاطر الغنايه ركبت في المونتاج وفي المونتاج قال لي اخترنا هذا كلام حمزه العلويني مخرج الحصه سالته انا السؤال قلت له وقتها علاش الغنايه هذيك بالذات اخي انفدلك انا قلت خالص قال لي لا قال لي لا لا والله لا قال لي انا اخترنا برشا اغنيات الوحيده اللي ركبت في المونتاج وظهرت لنا سامباتيك في الجو نتاع السبوت عديناها وكهو قال لي شاورنا عديناها انا عندي التصويره خاطر هي من فيها حركيه بني وكذا ومنه وكذا وفيها تشاهد لا وتبنات على العباد اللي يشطحوا في السبوت مشات الحكايه كيك وراه حب يقولوا قال لي احنا معناها نصلحوا معاناه العباد بالفرحه وبالضحك وبالشتيم هذا هو القصد وانا نجتح ونجي عملتها وقت البلاد كلها تعيش كابه كبيره برشا معناها انا انفيتي تو الموند ادونسي معناها يجي لخويا نعملوا جو هذوما اربع مراحل مهمين في تاريخ لكن ثم مراحل اخرى ثم هات نحكيو على المراحل القادمه نحكيو على المستقبل شنو يخطط منظر بالعمار للمستقبل اليوم شو انا تو رجعت نخدم صفر بعد هذا الكل بيان سور شو الفنان كان قال وصلت يمشي يبطل قلت كي بيها شو برتي به يبنك على الطرود محترم مليون ماكلي بهم احلاهم مش لاعب بعينهم تطلع القمه ايش اقول لك راهو اذا كان انا رجعت في الكورسه توا ورجعت نتبع غالي ورجعت مطلوب بالكدا راهو سي با بارازار ثم ربي سبحانه وتعالى لكن ثم خدمه ثم خدمه وثم ان سيرتان ليفو انتيليكتويل تخدم به انك كل في الغرب باش فوتونا بالاختصاص حسام كل واحد واختصاصه كي يجي باش نعمل كليب حسام شنو يزيني نعمل ينجم يديريجيني معناها فهمت ما نجيش لواحد مثلا الطبيب يقول له ديريجيني في كليب دونك انا نؤمن بالاختصاص دونك عملت كيب حلوه بتاعكم لين بالديجيتال الكل خدمتي كلها ما عادش تعدى كيكه اللي عملته اليوم غدوه يتبارتاجا من الباج نتاع كابا فام ويهبط سبونسوريزي وثم دي باج تدخل معناها كي انترفيان وخدمه كبيره برشا
ما عادش منظر يخدم سيديه بطي يقعد يتفرج فيه. موسيقيا شنو يحضر منظر بن عمار؟ موسيقيا برنامج حاضر لهنا حتى المدود اللي هما في اهم عندي ديو. في اهم العناوين عندي ديو انا مطرب تونسي لو 1 مارس عندي ديو لو 1 مي انا رابور تونسي وفي الصيف في الموا دوت الموا دوت بعد رمضان ان شاء الله عندي سينجل وحدي ثم دو كليب حاضرين ومازال الكليب الثالث باش نحضروه نتاع اوت ديجا حاضرين ثلاثه كليبات دو ديو وسنجل يظهر لي استراتيجيه من هنا لاخر الصيف منظر بن عمار محدد اموره الكل رمزي دغمان وجديد نصب فيه منهم الديو هو ما حبش يقول خليه في الخفيف رمزي دغمان اللي جيتنا اليوم بالبوم كامل البوم بيستوف بيستوف منهم الغنيات اللي قدم الوقت القدم اللي رجعتهم اليوم للالبوم مع الاغنيه جديده بيان سور مع جديده نتاعك شنو يحضر رمزي دغمان للمستقبل؟ والله عندي اداره اعمال توا اللي فيها معناتها خويا مروان الفاطمي خويا عباس الجباري وعندي معناتها كيب كامله ورايا وعس كلمه قالها خويا منذر بن عمار رد بالك النهار تقول راني وصلت لا لا سي سي فيني سي قل وصلت فيني والقاعدة ذي أنا نرجع أنا صغير خاطر كنت صغير نغني برشا فوزي وديما نشاور وديما نحكي معاه خاطر ولد حومتي وقريب لي يحبني برشا تحية لي فوزي بن قمرة تحية لي فوزي بن قمرة رد بالك اخدم وسكر وذنيك واخدم واترك واخدم واخدم القدام رد بالك تقول راني وصلت اللي أنا مشيت بكلامه اللي أنا عندي 25 سنة معناتها كارير وديجا ثم غنيات كيما مثلا زينة قاسرينية جنين مرسول الديو يتحير كيما سمية كيما معناتها قاعدة برشا حاجات قاعدة تتحير قاعدة تتحير شكرا لك رمزي دغمان الوقت على غالب وفينا الوقت تحية لك تحية لكم يعطيكم الصحة تسمعوا الأغاني نتاع رمزي دغمان تسمعوا الجديدة نتاعو تسمعوا زاد غيب القمر غيب القمر تسمعوا منظر الجديدة نتاعو من الميكرو نتاع كابا فام نحب نقول للناس اللي يحبوا منظر بن عمار معناها يدزوا برشا جام على الباج وعلى الشين يوتيوب ابوني فو معنا على الشين يوتيوب لانه بالشين يوتيوب احنا نكبروا نجم نوصلوا لكم ولا وتسمعوا جديد نتاع منظر بن عمار ولا الحبك موجود على الشين يوتيوب على الشين يوتيوب تسمعوا على كابا فام كيف كيف غيب القمر رمزي دغمان شكرا لك سميه في الاخراج عبير في الاعداد هبه في التصوير حسام واسامه قدام الميكرو يقول لكم باي باي تصبحوا على خير نتقابلوا السبت الجاي في لاتيراس جديده كابا فام الكلمه ليك